لكن تأثير الحادثة دي ومقتل الرئيس الإيراني على إيران وعلى صعيد المنطقة وعلى التطورات الإيرانية الإسرائيلية، خليني أروح إلى أستاذتنا الكبيرة أستاذة العلوم السياسية المرموقة دكتورة نيفين مسعد. أهلا بك يا فندم، منورانا. أهلا بك يا أستاذ إبراهيم، وأهلا بالسادة المشاهدين. أنا سعيدة جدا بوجودي مع حضرتك. فخورين دايما بمشاركة حضرتك معنا ومتشرفين. المشهد الإيراني الحالي يمكن وصفه ورصده على اعتباره مشهد بلد تعرضت إلى حادثة مفجعة وصادمة، لكنها متماسكة سياسيا وشعبيا ومتمالكة زمامها، ولا قصاد درجة من درجات التشوش والارتباك؟ في الحقيقة إنه القيادة الإيرانية اتصرفت بسرعة شديدة في لملمة الأوراق وفي التعامل مع الحادثة التي كانت مفاجئة بشكل لم يتوقعه أحد. يعني القيادة الإيرانية كانت تعلم منذ الآن بأنه الرئيس قتل هو ومن معه، ولم يعلن إلا في اليوم التالي، لأنه كان في بعض المؤشرات التي تدل على أنه يعني الرئيس لم يعد له وجود. مرسل بترأس اجتماع لمجلس الأمن أعلى الأمن القومي، وهذه يعني حادثة مهمة جدا. رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي هو رئيس الجمهورية عادة يعني، فالاجتماع لأنه هناك حدث جلل، فكان هذا مؤشر. فالظاهر أنه المتابع العادي أنه هناك تحرك سريع، هناك على الفور ظهور نائب رئيس الجمهورية النائب الأول إلى الواجهة وتصريحه، تقديمه بعض التصريحات، وهو لم يكن عادة يقدم هذه التصريحات. ثم في اليوم التالي اللي هو النهاردة مباشرة تسميته بقى قائم بأعمال رئاسة الجمهورية لحين إجراء الانتخابات. فالمشهد الظاهر أنه الخلافات بين التيارات السياسية المختلفة وهي قائمة تراجعت إلى الخلف، لأن هناك حدث جلل يعني من غير متصور أن تظهر في أثنائه الخلافات بين الطائرات المختلفة. يعني محمد خاتمي الرئيس الأسبق الذي كان يعني شديد الانتقاد لإدارة إبراهيم رئيسي للعديد من الملفات، أعرب عن يعني تأثره الشديد بما حدث. دي مفترض أنها مواقف إنسانية يعني طبيعية وواجبة، لكن الرد الفعل الإدارة الإيرانية أو النظام الإيراني كما يوحي بأنه بالثقة في قدرات مؤسسات على إدارة الدولة في لحظة أزمة زي دي، زي ما يوحي أيضا وكأنها كانت تعرف يعني، أو أنها ربما ده اللي حصل ده جزء من صراع داخلي، ويعني الطرف الجاهز يعني بدأ جاهزا للغاية في ردود الأفعال التالية والخطوات اللاحقة. وإحنا وده لسؤالنا، هل احنا بنتكلم على حادثة تشبه أسئلة حول صراع داخلي ينتهي بإطاحة برئيس الجمهورية، ولا تدخل، ولا عنصر إسرائيلي مخابراتي رصد وتدخل وأدى إلى هذه الحادثة؟ يعني أنا في تقديري، وطبعا ده كله يدور في إدارة التكهنات، أنا أعتقد إنه لو كان هناك شبهة تدخل في الحادث، فأتصور أنه طرف خارجي. ربما هذا الطرف الخارجي يعني وظف بعض الأطراف الداخلية، وارد جدا، والكثير من سوابق كثيرة من عمليات اختراق يعني الداخل الإيراني تمت بهذا الشكل، توظيف ناس من أجل العمل. إنما في الحقيقة الحادث كله يا أستاذ إبراهيم لما نبص له، يعني في أكثر من علامة استفهام. يعني زي ما حضرتك قلت، يعني إذا احنا بنتكلم على مناخ سيء، فلماذا هذا المناخ أصاب فقط طائرة الرئيس؟ صحيح. والطائرتين الأخرين طائرة واحدة وطائرة الرئيس شخصيا، يعني الرئيس شخصيا. فدي ده سؤال. السؤال الثاني إنه أبسط قواعد يعني حماية الرئيس إنه إذا هو خارج في منطقة معروفة بوعورة مسالكها وبمناخها المتقلب أو القاسي أو الصعب، إنه كان يستطلع حال المناخ في هذه الظروف. فإذا كانت الظروف غير مناسبة يتم تأجيل الزيارة، يتم
تشكيل افتتاح السد. ثم لماذا طيار هليكوبتر؟ ألم يكن من المناسب أنه رئيس الجمهورية الإيرانية، ونحن نعلم أنه إيران مرمى ومستهدفة من عديد من القوة، أن يعني يستقل طائرة محصنة ضد تقلبات الجوية، يعني أو مصاحبة حتى بطائرات حربية للحراسة كالعادة، يعني زي أي رئيس جمهورية في العالم. يعني الطائرات التي يعني تنتقل عبر البحار والمحيطات، يعني تغوص في العديد من الأجواء المناخية غير المناسبة، لكنها تكون محصنة. طائرة الهليكوبتر واضح أنه لا. فيعني في الحقيقة أنه كان فيه شيء من الاستخفاف شوية برحلة رئيس الجمهورية إلى أذربيجان، هذا هو الظاهر. ففي الحد الأدنى هناك إهمال، وفي الحد الأقصى هناك شبهة يعني توافق أو تدخل. في أكثر من نقطة.